يعني عماد انا مسافر بالعوده بالسلامه الى عائلته، وايضا المسؤولين العراقيين هواي جلدناكم بهاي الحلقه، واذا ما تسوون اجراء ثاني احنا نلتمس منكم اولا، بس اذا ما تسوون اجراء ثاني والعباس راح تنجلدون جلده اقوى بالاعلام، ها نحكي راح تنجلدون جلده اقوى، فضايحكم راح توصل للسماء، ديروا بالكم. دول هاي الاصوات العراقيه اللي دافعت عن العراق، وانا ما استثني منهم احد، دول الناس اصوات، وانتم تعرفون ايش قد مؤثرين بالمشهد السياسي العراقي، اللي ذكرنا اسمائهم واللي ما ذكرنا اسمائهم. محمد الشاعر السوداني هذا الزلمه مكتبك طلع له فيزا، عائلته يريدونه من عندك، من عند شخصيا، من عندك انت شخصيا. انا شخصيا رساله من اخوه، لا يعتمد، رساله من اخوه باحل بحبل، وطلب مقابلة رئيس الوزراء. طبعا هو انقل لك الرسالة، الحملة مباشرة. هاي الرسالة لك يا رئيس الوزراء، في امان الله.